كنا ننوه عن موضوع مهم جدا وخاصة في موضوع الدراجات الهوائية. حرص الإدارة العامة للمرور على الحفاظ على الأرواح وممتلكات الخاصة والعامة والحفاظ على مستخدمين الطريق وحياتهم، خصصت الإدارة العامة للمرور أو قامت بإغلاق جزء من جسر الشيخ جابر في يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 10 صباحا لاستخدامه من قبل هواة الدراجات الهوائية، يعني بإمكان هواة الدراجات الهوائية. في كل جمعة سيتم إغلاق جسر الشيخ جابر باتجاه الصبية من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 10 صباحا لاستخدامه من قبل هواة الدراجات الهوائية. فنحن نقول هذه دعوة للجميع اللي حاب يستخدم الدراجات الهوائية في أماكن آمنة، أماكن يعني مؤمنة من قبل وزارة الداخلية، من قبل إدارة عام المرور، فسيتم إغلاق هذا الطريق، فيمكنهم الاستفادة من هذا الطريق لممارسة هوايتهم يعني بأمن وأمان دون تعرضهم لأي مشاكل، وخاصة في مثل هذه الأوقات.